جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول السائلة مستورة بنت أحمد، أختنا تقول عن نفسها: أنا فتاة من اليمن، أسأل فضيلتكم عن إخواني الذين منعونا من الزواج، وقد بلغت إحدى أخواتي 50 سنة، ونحن نخاف أن نصل إلى ما وصلت إليه أختنا هذه، فقمنا بتزويج أنفسنا بدون رضا أخينا، والآن منعوا عنا حقنا من الإرث، فماذا تقولون لنا يحفظكم الله ولأخينا ذلكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب على ولي المرأة أن يزوجها إذا جاء من يخطبها من الأكفياء الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الله تعالى يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ونهى سبحانه وتعالى عن العضل، قال تعالى: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والعضل للنساء من غير حق يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يحصل به مفاسد وظلم للمرأة، وتزول ولاية العاضل، تزول ولايته إلى من بعده. إذا عضل موليته فإن الأمر يرفع إلى الحاكم، الحاكم ينزع الولاية منه ويعطيها لمن بعده من أوليائها، أو يتولى الحاكم تزويجها إزالة للضرر. أما المرأة فإنها لا تزوج نفسها، لا بد من الولي. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. ونهى عن أن تزوج المرأة نفسها. الله تعالى خاطب الرجال بتزويج تزويج النساء، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال تعالى في حق المتفارقين من الأزواج وما يجب للزوجات بعد الفراق من المتعة، قال تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، فلا تزوج المرأة نفسها، ولكن إذا عضل وليها فإنها تذهب إلى الحاكم الشرعي، والحاكم ينقل الولاية إلى آخر أو يتولى ذلك بنفسه ويعقد للمرأة. نعم.